السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم بايلا بواحد الطريقه اللي سهله وكتجي لذيذه بزاف، ما كتاخديناش بزاف ديال الوقت. المهم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو بصله مشلضه، فلفله مقطعه الى قطع صغيره، زلافه ديال الروز، جوج دروس ديال التومة يكونوا محكوكين، 100 غرام ديال الجلبانة، ملعقة كبيرة ديال المعدنوس وكذلك القزبور. بالنسبة للزيت أنا هنا خديت نصف كأس زيت، خلط زيت المائدة مع زيت العود. بالنسبة للتوابل غادي نحتاجو البزار، سكينجبير، الخرقوم، شوية الملحة وضمة ديال البنات الحوت، وهذه كتبقى اختيارية. بالنسبه للحوت غادي نحتاجو 250 غرام ديال الكالامار و 250 غرام ديال الكروفيت، واخيرا ملعقه كبيره ديال الطماطم المركزه. بالنسبه لطريقه التحضير غادي ناخذ هنا هذه المقله ديال البايلا، ويمكن لكم تاخذوا اي مقله كانت متوفره عندكم. غادي نضيفوا عليها الزيت، من بعد غادي نضيفوا البصله والفلفله، وغادي نديرو عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نخليو البصله والفلفله يتشحروا. بالنسبه لبنات الحوت يمكن لكم ديروا اي نوع الحوت كان متوفر عندكم، ويمكن لكم تكتفيو غير بنوع واحد على حساب اللي متوفر. وهنايا كما قلت لكم غادي نخليهم يتشحروا. ودابا غادي نضيفو زلافات ديال الرز. بالنسبة للبنات لهاد المرحلة مهمة، باش ما كيتعجل ليناش الروز كنضيفوه هو الاول، وكنخلطوه مع البصلة والفلفلة اللي شحرنا. من بعد غادي نضيفو الكالامار. كما قلت لكم البنات يمكن لكم تعوضوه باي نوع ديال الحوت كان متوفر عندكم، ويمكن لكم تكتفيو كذلك غير بنوع واحد. وهنايا غادي نخلطو جميع المكونات. بالنسبه للنار خاصها تكون متوسطه. ودابا غادي نضيفو الجلبانه، وغادي نعاودو نحركو جميع المكونات. بالنسبه للبنات لهاد البايله ما كتاخديناش بزاف ديال الوقت وسهله في التحضير. ومن بعد غادي نضيف هنايا جوج زلايف ديال الماء. انا في المجموع ضفت 4 ديال الزلايف، جوج غادي نضيفهم دابا وجوج غادي نضيفهم من بعد. من بعد غادي نضيفو التوابل، البزار، سكينجبير، الخرقوم والملحه، وكذلك غادي نضيف جوج دروس ديال الثومه. المعدنوس والقزبور، وغادي نخلط جميع المكونات. وهنايا غادي نخليو الرز والكالامار يشرب لينا التوابل. من بعد غادي نضيفو جوج زلايف اخرين ديال الماء. كما قلت لكم انا هنا كفاوني 4 ديال الزلايف.
من بعد غادي نضيفو الكروفيت، وهنايا غادي نضيفو ملعقة كبيرة ديال الطماطم المركزة، وغادي نخلطو كل شيء. واخيرا غادي نضيفو ضامة البنة د الحوت، كما قلت لكم البنات هذه كتبقى اختيارية. من بعد غادي ناخدو الالومنيوم وغادي نغطيو المقلة ديالنا، غنحاولو نبركو عليها من جناب. من بعد البنات غادي نقصو من النار، وغادي نخليو الروز ديالنا او البايلة يطيب لمدة نصف ساعة. من بعد ما دازت نصف ساعة هنايا حليت على البايلة، كما كتشوفوا معايا كتجي ناشفة. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، صدقوني يا البنات كتجي لذيذة لذيذة بزاف. نتمنى انكم تجربوها، لحقاش راه سهلة وما كتاخدش بزاف ديال الوقت. وهذا هو الشكل النهائي ديال البايلا. انا هنا زوقتها بشويه ديال الحامض والكروفيت. صدقوني يا البنات هاد البايلا كتجي لذيذه بزاف وراه ما كتاخدش بزاف ديال الوقت. المهم نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى كذلك انكم تجربوها. المهم ما تنسونيش بلي لايك ولي كومونتير، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. تبقوا على خير.